جد استاذ غازي خلاص ايوه راح اسمع قدام سام تفضل. اول شيء باركنا لا تقصر مبروك وشي عشان لا عشان ايش وش ذا لو سمحت لا تسلك هذه فرحه عظيمه لا تقتلها بالتسليك طيب. بارك لي زين مبروك الكلام اليوم لان زد بهاراتك طلع نظام وبنود جديده الحمد لله. الف مبروك الله الف مبروك لنا صفق 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 يا غازي الدياب لو سمحت استاذ غازي ثانيا انت قلت لنا تحدى المتسابقين يجون يبررون عشان الموضوع اللي طلع قبل شوي واحنا جلنا لنا ربع ساعه انا وغازي كان جالسين هناك اساسا نبرر في الموضوع انا بالنسبه لي انا لو ان ابي الرصيد حق المسابقه كان ما سحبت المطبخ لك ما فهمت لك يعني ما احتاج اني انا اغش ولا اني اسوي حركات اللي تقول انا اصلا المقطع اللي طلع ما في اي حركه تدي اني انا انت ما غشيت هم غشوا ابو شو حتى لو هم غشوا طيب لحظه غازي احنا غازي انت ما غشيت احنا ما لقى طيب تقصد انا غششت يا ابو شو انا خلي خلص دقيقه غازي انت ما غشيت بس انت ما نظرت محمد جبناك اللقطه واضح تسوي كذا دقيقه وتناظر كذا انا نظرت لا ما كل المتسابقين من بدا البرنامج الى يومك هذا دائما نظر بعض لا دائما لا نظر لا بعض يعني انت بدات البرنامج وانت تغش لا مو بغش مو بغش قويه طيب يا ابو شوال سؤال الحركه ايش معناها؟ كيف هذه الحركه معناها؟ هذه والله توني اشوفها الحين يوم اللي طلعت المقطع طيب والحركه قبل ما شفتها وش هذه؟ ابو شوال ويا سلام رقم الدور الخامس طيب دامك جبت يا سلام بقول لك حاجه بدايه الحلقه انت قلت المقن وش رايك في اللي يسيئون الظن؟ طيب ايش رايك في اساءتك الظن؟ هذه مي بسابقه هو نظام المسابقه انت قلت يا سلام يا اساءتك نظام المسابقه يا غازي مو ممنوع تصفق ولا تقول يا سلام ولا تعطي اي رده فعل الين ما تجي العلامه؟ ابي اقول لك حاجه سؤال صح ولا لا؟ اقسم بمن احل القسم ما غششت فيها يا اخي سؤال يا سلام انها مجرد رده فعل ورد طيب يا غازي الحين بقول لك كذا بس عشان ما تسيء الظن عشان ما تسيء الظن كلامي صح ولا لا؟ ممنوع اي رده فعل لين تعطي الاشاره ولا لا؟ جت الاشاره يا ابن حلال ما جت الاشاره لا نعيد المقطع ما جت الاشاره والله جت المقطع يا جماعه اعطوني المقطع والله جت المقطع غازي اللي قال يا سلام والله ما ادري بس انا ما ادري بس اقسم بالله ما غشش يا سلام ردت فعل عشان يجاوب على الجواب ايه جاوب بس الكلمه كانت قبل الاشاره اعطوني المقطع جاهز المقطع يا جماعه نقدر ناخذه قبل وقت جميل طيب هذا نقاشنا صدقني انت قبله هات جاهز اعطني لبه انستغرامك الخير لو سمحت تراك انت على جريف ترى الخصم والله انه يلعب حولك 15 ثانيه سنابك الخيل قلت الله طرفاء الحوافر طرفاء الحوافر ان شاء الله صح طرفاء الحوافر ان شاء الله صح شوف ثاني مره تسويها بتخصم عليك ليه شنو ما تجاوب حتى لو تجاوب شوف احنا قلنا من اول انه زي اللي صارت مع جابر الان شوف ضغط الكنترول عليها لو ما ضغط الكنترول عليها بيخصم عليك على طول صدقني ضغط شوف الثالثة يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام الحيوية والنماء والرخاء إجابة صحيح يا سلام إجابة صحيح يا علي 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 غازي ما لك تروح سؤال واضح طيب أقول لك قبل ولا بعد قبل بعد والله ما ادري انا اقول لك كلام ما ادري قلت الثالثه جاوب غازي يا سلام يا اخي يا اخي يا جماعه طيب اقول لك حاجه يا هاني الصوت واضح الصوت واضح هاني دقيقه السؤال هذا معروف من ابتدائي حتى البزر الاول ابتدائي يعرفه غازي بالله يا استاذ ليش ما جاوبت عليه؟ ضيع بس جاوب هو يا حبيبي يا غازي يا جماعه يا جماعه حنا موضوعنا دقيقه غازي الذيابي انت تقول تكلمت بعد ما طلعت العمالة لا قلت ما ادري لا قلت والله قلت ما ادري الحين والله قلت ما ادري الحلقة موجودة والله الناس بيشوفونها غازي غازي نظام لا تلبس يا سلام لا 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 بما انكم رقاد هل بالعقل ما عليك من رقاد العقل سؤال بسيط احنا ندرس عن الوطن من ابتدائية ندرس اجزاء وتفاصيل بدأت تفاصيلها اصبر يا عمال لا تجيب يا راجل الادم يقول اقسم بالاسم يا اخي تدخل اصوات منصور اسمع بيسوي شو على راس لا لا مو شو على راسك يا اخوي منصور غازي سؤال واضح يا غازي قبل شيء تناقشنا انت قلت انا قلت يا سلام بعد ما اشتغلت الاشاره لا يا حبيبي قلت والله قلت ما قلت لا قلت قلت والله قلت ما جاوبت دائما يا اخي غازي يا اخي انت مالك دخل قول يا غازي اني انا انفعلت والله قول 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 اني انا انفعلت وما كان قصدي لا يا لا لا قبل طيب اسمعني انا قلت الثاني انا غيرت طيب اسمعني يا منصور دقيقه اذا ما طلعت الاشاره
اذا ما طلعت اشاره كان لك حق تغير، وقال ممنوع اي حركه الا كذا. شققت ايش؟ شققت ايش؟ حقت بنود زد بهارات لان ما عاد باقي الاسبوعين ينتهي البنود فما احتاجها. ما راح احنا كل شيء قانون يطلع. معليش يا بنود بياد يعطيكم العافيه يا جماعه. اليوم لو سمحت لا تقتل فرحتي في المطبخ، لو سمحت خليني اختم الفقره كويسه. ايه يا جماعه اليوم الحمد لله ولله الحمد وصلنا اليوم 64 ومن فضل الله تم تدشين هذه وننتظر ان شاء الله كيكاتنا بكره وهديه من تخيل وهديه من ركن القصيم. شكرا لكم والقاكم غدا. اتمنى فقره المطبخ تلتزمون بالقوانين اللي كتبتوها بس. شكرا لكم. يلا يلا يلا.